أيضا في هذا الدرس راح نتكلم عن علاقة الالتهابات بالمخلوقات الدقيقة. تشكل الفيروسات السبب الرئيسي للالتهابات عند الأطفال، ومعظم الفيروسات للأسف فإنه لا يوجد أدوية خاصة للكثير من هذه الفيروسات. الفيروس عادة يصيب الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي. من هذه الفيروسات الخطيرة جدا ممكن تقتل الطفل. هناك نسبة بسيطة تكون فيها البكتيريا هي سبب الالتهاب، مثلا التهاب الحلق بالبكتيريا العقدية والتهاب البول، وفي كثير من الحالات يستخدم المضاد الحيوي لعلاج هذا المرض. أيضا ممكن تكون الفيروسات وتسبب التهاب بالحلق اللوز. طبعا اللوز هي جهاز من أجهزة المناعة، وهي الدفاع الأول ضد هذه الميكروبات. ممكن يصيبها التهاب مبسط أو بسيط جدا، أو يمكن يصيبها التهاب شديد وقوي جدا يمنع الطفل من بلع أو تحريك اللوز. بس هي الدفاع الأول لتحمي أعضاء الجسم الداخلية ضد هذه الميكروبات القوية جدا. ممكن يتم علاجها عن طريق المضاد الحيوي وتورم اللوز. يعني الطفل تم إصابته من ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات محددة، ومن الضروري مراجعة الطبيب لكي يعمل التدابير المهمة في صالح الطفل. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.